بسم الله. دلوقتي نشوف مع بعض امر موف وامر الاين. امر موف اجي انا موديفاي واقول له موف وابدا اختار الشكل اللي انا عايز احركه، وليكن مثلا دوت. طب عايز احركه في الاكس مثلا 10، في الواي 10 او 20، في الزد مثلا 20. طب الزاوية اقول له مثلا خلي دي 20، خلي دي 10، خلي زد 10، واقول له اوكي. تمام، ده امر موف سهل وبسيط، مفيش اي مشكله خالص. نشوف امر الاين. تمام، امر الاين نشوف الشكل الاول اللي انا عايزه يتحرك، يعني انا عايز ده هو اللي يتحرك ولا ده؟ عايز ده اللي يتحرك. تمام، هقول له ده خليه يتحرك، انا عايز الواجهه ديت يتعمل لها الاين وتتحرك تبقى موازيه لدي، فنلاقي ده فعلا اهوت اتحرك بقى موازي ليه. ده امر الاين. أخوكم عمار.